بعد شهرين من آخر عملية إطلاق صواريخ، تصعيد جديد بين إسرائيل ولبنان. قصف مدفعي إسرائيلي على الأراضي اللبنانية رداً على صواريخ طالت إسرائيل. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه أطلق صاروخان من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وخلال زيارته لمستوطنة معلوت الحدودية مع لبنان، حذر وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي كل من يحاول إحداث ضرر بإسرائيل. الليلة الماضية أطلقت صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، وقام الجيش الإسرائيلي بالرد. أقول هذا بشكل لا لبس فيه، لن نسمح بالمساس بالسيادة الإسرائيلية وبأمنها، ومن يحاول القيام بذلك سيدفع ثمنا باهظا في المقابل. انتقد بنت الأوضاع في لبنان، فاعتبر أن البلاد على حافة الانهيار، مثلها مثل كل دولة تتموضع فيها إيران. أما الجيش اللبناني فأعلن أنه عثر على منصات لإطلاق صواريخ من نوع جراد في محيط منطقة القليلة جنوبي لبنان، فيما بدأت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تحقيقاً في إطلاق الصواريخ والرد الإسرائيلي. وقعت آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل خلال التصعيد الذي شهدته فلسطين في مايو الماضي، إذ شهدت هذه الفترة عدداً من حالات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية ليرد الجيش الإسرائيلي بالمدفعية.